لحدث في درنة أن أظهر بعض المكونات الأثرية. أزمة كبرى عاشت على وقعها درنا، مدينة الزهر وأرض الربيع. أعصار دانيال المتوسطي أودى بحياة الآلاف وأدمى قلوب أحبائهم وذويهم وأشعل ناراً لن يخمد لهيبها، إذ لا قيمة تعد وتحصى بعد الذات البشرية. ولكن لابد للحياة أن تستمر وتنهض درنا من تحت الأنقاض بسواعد أبنائها من الليبيين. وهنا يطرح تساؤل: إلى أي مدى تصدق عبارة رب ذرة نافعة؟ هناك اكتشافات جديدة نتيجة الفيضانات، تحسينات اللي هي تحسينات رومانية وجستانية اللي هي بيزنطية. فطبعا هذا يدل على أن المدينة كانت محصنة، ممكن محصنة للوقاية من الوادي أو محصنة كجزء من أسوار المدينة لحد الآن ما نعرفش. فهناك هذه اكتشافات جديدة طبعا في دارنا، بالإضافة إلى بعض الاكتشافات الأخرى هي بعض التماثيل وغيرها. نعم، وهذا ما وثقه عدد من شهود العيان. الجزء الشرقي من السور الروماني الذي لم يظهر من قبل دفعته قوة المياه والسيول التي جرفت معها جزءا كبيرا من المدينة لظهوره، وكشفت عما طمرته الأرض من عقود. لحدث في درنا أن أظهر بعض المكونات الأثرية نتيجة هذه السيول العارمة التي حدثت، منها أسوار قد تكون يعني هي أسوار المدينة من الناحية الشرقية في الفترة الرومانية والفترة البيزنطية، لازال يعني دراستها لم تكتمل، عبارة عن اكتشاف، فمحتاج إلى دراسة، محتاج إلى عمليات مسح أيضا في مدينة شحات، خصوصا في المنطقة اللي بها المقابر. نتيجة السيول التي حدثت ظهرت كثير من المعالم على وجه الأرض، لأن المدينة غنية جدا بالمكونات الأثرية، وزي ما تعرفوا أن شحات جاية في منطقة جبلية، فكلها عبارة عن أماكن من السهل جدا أن تحدث فيها سيول وتكون تأثيراتها خطيرة وسلبية على الموروث الثقافي الإنساني. دانيال الذي كان عصيا على إمكانية ليبيا العابث بحاضرها وماضيها التاريخي العريق، جعل آثار المنطقة الشرقية تتعرض للتهديد في بنيتها التحتية. طبعا إلى استنادا إلى روايات شهود العيان الأولية، أثارت الفيضانات مشاكل مختلفة في المواقع الأثرية، وأبرزها اللي هي أول مشكلة هي التآكل، يعني جرفت الفيضانات إجراء أجزاء من المواقع الأثرية مما أدى إلى أضرار جسيمة في العديد من المباني ومنها قرينة. الثانية الأضرار الهيكلية، تسبب الفيضانات في إلحاق أضرار بأساسات وجدران العديد من الهياكل داخل المواقع، مما أدى إلى حدوث أضرار هيكلية. بعدين تعرض للقطع الأثرية في المواقع للعوامل الجوية مما جعل أكثر عرضة للتلف. الآن ما زال الصورة غير واضحة تماما، يعني لا زال يجري تقييم في الحجم الأضرار طبعا اللي لحقت بالمواقع، ونرى أن في أضرار كبيرة مع أن هي الآن مش واضحة جيدا. وتعمل مصحة الآثار الليبية على تقييم الأضرار هذه ووضع خطة للترميم، وللأسف تواجه الإدارة قيودا مالية وموارد محدودة مما يعيق قدرتها على حماية هذه المواقع التي لا تزال تحت التقييم. الاكتشافات الأثرية الجديدة جراء دانيال لم تقتصر على درنا، بل وصلت إلى قورينا التي اكتشف فيها قنوات المياه الخاصة بحمام الأميرات التاريخي بفعل السيول الجارفة. نتيجة هذه السيول طبعا أخرجت كثير من المعالم والمكونات الأثرية التي كانت مردومة أو مطمورة تحت الرمال،
فمن ضمن هذه المكتشفات التي خرجت نتيجة هذه السيول هي قنوات قديمة كانت تستعملها مدينة قورينة في جلب المياه وأيضا في تصريف المياه. فمن حسن الحظ أن هذه السراديب وهذه القنوات انفتحت وكانت يعني مهمتها أو كانت يعني سبب في إنقاذ بعض جزء كبير من انهيار بعض المكونات من المدينة. فذهبت هذه المياه أو انجرفت هذه المياه من هذه القنوات وخرجت خارج المدينة. أيضا هناك مكتشفات أخرى ما نتمناه من الحكومة الليبية أنها تتفاعل مع ما حدث مع مصلحة لاتار وجهاز المدن التاريخية لتفادي هذه الأضرار التي حدثت. لأن زي ما حكينا الموروث الأثري هو مادة هشة جدا قابلة للتفتت وقابلة للاندثار. أثار قورينة الشامخة منذ مئات السنين لم تسلم من قوة أعصار دانيال ورياحه الهوجاء، ويبدو أن مصيرها التخريب ولو لم يكن على يد عصابات منظمة هذه المرة كان بفعل الطبيعة والسيول. قورينة مدينة كبيرة جداً، موقع عالمي، من أكبر المواقع في شمال أفريقيا وممكن حتى في البحر المتوسط يعني، فمهمة جدا ولهذا يجب أن نهتم بها اهتمام كبير جدا في الوقت الحاضر نتيجة الفيضانات اللي صارت هذه. أول مشكلة عندنا في نبع أبولو. نبع أبولو هذا أشعر فعلا بالقلق عليه. ليش؟ لأن في خلط لمياه المجاري مع النبع، وهذه طبعا المجاري كان واختلطت كذلك بوادي بالغدير، فهذه مشكلة طبعا خطر على الصحة العامة. بعدين المشكلة الثانية تصريف المياه في حرم أبولو. أبولو هو مركز المدينة، حرم أبولو هو المركز الأبيل، وطبعا هو من قرون يعني، فيه من بداية عهد الإغريقي فيه قنوات لتصريف المياه. فطبعا هذه مع الزمن تنغلق، صلحها الطليان بعد فترة، والآن جزء منها منغلق، وهذا حيسبب مشكلة في تصريف المياه اللي موجودة في حرم أبولو. وهذه طبعا لها تأثير على الأساسات الحرم والمباني الكبيرة والبوابة الإغريقية، فلهذا تحتاج إلى عمل كبير جدا بحيث أنه هو نتفادى المشاكل بعد الجف الأرضية من المياه وتتقلص التربة ولها تأثير على سقوط الأساسات. ما الذي يجب القيام به لتفادي انتشار الضرر؟ فما يبدو الآن هي أضرار طفيفة ممكن تتفاقم في المستقبل بعد جفاف المياه. فهمتي؟ هنا حاجة إلى بعثة تقييم لفحص الأضرار الهيكلية اللي هي موجودة بتصريف المياه، وتحتاج هنا أن يقوم بالمهمة فريق من الخبراء ووضع توصيات للإصلاحات والتدريب. فطبعا هذا جزء، هذا في وسط شحات. بالإضافة لهذا طبعا في بالنسبة لوادي بالغدير واللي هو جزء من شحات، في انجرافات كبيرة في وادي بن هرير، وهذه أدت إلى اكتشافات هياكل جديدة مش موجودة، لأن الانجرافات سبب في انهيار بعض الجزء من الوادي، والوادي طبعا طلع ما عنده اللي هو الاكتشافات المباني القديمة، وطلعت القناة الأساسية اللي هي القناة الرومانية القديمة طلعت واضحة. فهذه طبعا حاجة إيجابية، ولكن تحتاج إلى عمل لتوثيقها والحفاظ عليها. شن نستنتج من هذا؟ نستنتج أنه هو ضروري طلب بعد إرسال بعثة تقييم دولية، لأن هذا عمل يحتاج إلى مشاركة دولية لتقييم تأثير الفيضانات على المواقع الأثرية. فهمت؟ يعني الفيضانات سببت أضرار جسيمة لعديد من المواقع بما في ذلك بولونيا والأثرون وطلميتا وشحات،
ولها تأثير على هذه المواقع الثروتية في ليبيا وقيمتها التاريخية والمستقبلية. نطلب تكليف بعثة تقييم سريع لتقييم مدى الضرر الذي لحق بالمواقع الأثرية ووضع توصيات لترميمها والحفاظ عليها. وهي تحتاج إلى بعثة تقييم مخاطر الأضرار المستقبلية فهمتي الناجم عن الفيضانات. ليبيا ضروري تشتغل على التعاون الدولي في هذه المهمة الكبيرة، لأن هذه مهمة كبيرة جدا، والمواقع الأثرية متعددة، وحنشوف اكتشافات كثيرة في خارج إطار شحات الميتة والمناطق هذين كلهم وأبولونيا وغيرها. فالفترة هذه ضروري يكون فيه اهتمام كبير من الدولة الليبية لطلب النجدة والتعاون، ممكن عن طريق اليونسكو، عن طريق المنظمات الداعمة، لأنها تحتاج إلى دعم مالي. ضروري يكون فيه منهجية واستراتيجية من مصلحة الآثار بحيث تقوم بتنظيم كل المجهودات تحت إطار واحد، بحيث يكون في من خلال المحافظة على صيانة وصون وحماية التراث الليبي في المنطقة الشرقية المنكوبة في الوقت الحاضر. هل تمت معاينة الأضرار المسجلة في آثار المنطقة الشرقية؟ وما هي الخطوات المتخذة؟ مصلحة الآثار الحقيقة يعني عملت اجتماعات وتنادت، ومن قبل الأسبوع اللي فات ذهب السيد رئيس مصلحة الآثار مع فريق يضم بعض المسؤولين في مصلحة الآثار، والتقوا بمراقبات الآثار في المنطقة الشرقية، مراقبة آثار توكرا، ومراقبة آثار شحات، ومراقبة آثار بنغازي، وأيضا تقريبا حتى طبرق، وذهبوا أيضا حتى إلى الأماكن التي تضررت نتيجة الفيضانات هذه، وعملوا لجنة أزمة، وبادية اللجنة هذه بإذن الله تعالى إن شاء الله تشتغل. فالحقيقة الكل تنادى، سواء مؤسسات مجتمع مدني أو مؤسسات لحماية التراث، جهاز المدن التاريخية ومصلحة الأثار، وجهاز الشرطة السياحية وحماية الأثار، وكانوا في الموعد الحقيقة. ونتمنى من الدولة الليبية بشكل عام أنها تقوم بمساعدة هذه المؤسسة، لأن ما حدث للأسف الشديد كبير جدا، يحتاج إلى أموال ضخمة، يحتاج إلى إمكانيات. ماذا عن تدخل اليونسكو للمساعدة في حماية آثار شحات؟ ليبيا تدفع في اشتراكات بشكل منتظم للمؤسسات الدولية، فنأمل أيضا من مندوبيتنا في أو مصلحة الآثار التواصل مع مندوبيتنا في اليونسكو، بحيث على الأقل هذه الأموال اللي تصرف فيها ليبيا، فهذا وقتها يعني هذا وقت استثمارها، وهذا وقت أنها يرجعون جزء من هذه الأموال على سبيل المثال كخبراء أو أعمال تدريب أو أعمال إنقاذ خاصة بالمواقع هذه، وهذا حدث في كثير من بلدان العالم. أسابيع بعد مرور دانيال بثقل وطأته على ليبيا، هو الذي دمر مدينة درنا وخلف ضحايا بالآلاف، شرد وهجر الأبرياء، ولكن ليس هذا فقط، فإلى جانب تداعياته النفسية والاجتماعية والاقتصادية، ألقى بظلاله كغيمة سوداء على الموروث الثقافي. فكيف نصف وضع الآثار في المنطقة الشرقية اليوم؟ قورينا زي ما حكينا يعني مدينة مسجلة في لائحة التراث العالمي، ومدينة مهددة بالخطر، وصنفت أيضا من المواقع المهددة بالخطر في هي وكل المواقع التراث العالمي في ليبيا الخمس. فهي فرصة لمصلحة الآثار. في البداية كانت التهديدات هي بشرية أكثر من الطبيعية، فحاليا يعني الأمر فوق طاقة البشر، فالمؤثرات الطبيعية حتى هي لما تكون عنيفة بهذا الشكل فلها تأثير كبير جدا، فالضرر كبير الحقيقة. فنتمنوا أن تكون مدينة شحات من المدن اللي تدق أجراس الخطر لها، والفرص متاحة يعني من خلال منظمة اليونسكو إذا ما سعت الدولة الليبية إلى عمل مؤتمر دولي تتبناه مصلحة الآثار ووزارة الخارجية الليبية لإنقاذ هذه المعالم من الاندثار.
تغيير مناخي يضرب ليبيا ويعرض موروثها إلى أخطار قد تصبح أكثر وضوحاً في المستقبل، كيف ذلك؟ الموروث الثقافي الإنساني طبعاً يعتبر من المكونات الهشة اللي تتأثر بشكل كبير جداً من الظواهر الطبيعية. التغيرات المناخية التي تحدث حالياً قد تؤثر في المستقبل بشكل كبير جداً. نتيجة هذه السيول الحقيقة يعني أثرت بشكل كبير جداً في مدينة شحات، في مدينة سوسة المهددة بالانجراف البحري، يعني قبل حتى حدود السيول هذه جزء كبير من مدينة سوسة هو داخل المياه. فأعتقد أن معظم المدن الساحلية في ليبيا تأكل جزء كبير منها نتيجة ارتفاع سطح البحر، نتيجة أيضا في فترات قديمة حدثت أكثر من تسونامي في البحر المتوسط فأثر بشكل كبير على هذه المدن. اكتشافات جديدة يقابلها موروث مهدد بالسرقات والانهيارات والأضرار، ومطالبات حثيثة لتدخل الجهات المسؤولة داخليا ودوليا للحفاظ على هذا الإرث الإنساني والتعهد به وحمايته من خطر التغييرات المناخية القادمة.